السلام عليكم، معكم محمودة في هذا الفيديو آخر اللي هو ديال ستريت فوتوغرافي، اللي طبيعة الحال تصوير في الشوارع وفي الزناقي، ما كان صوروا حتى في بالنسبة للمغرب نقدروا نصوروا في الحلاقي، كاين عندنا الحلاقي حتى هنا في لندن كان نصوروا في أخص مني كنكونوا مسافرين كان نعملوا هذا النوع هذا في التصوير وكنخليوا ذكريات ديال البلايص اللي احنا مشينا ليهم. لا غادي نشوف نسمعوا على ليستواغ ديال الستريت فوتوغرافي كيفاش حتى بانت. الوغ اللي كان الاب ديال الستريت فوتوغرافي هو اوجين اجي اللي هو فرنساوي، وكان كيصور في النواحي ديال 1890 حتى النواحي ديال 1920، كان كيخدم في الزناقي ديال باري، لكن اللي كان كيدير هو كان كيصور زناقي خاويه، ما كانش كيصور الناس. الوغ من بعد ملي بدات كتطور ولينا كنشوفوا باللي صعابت علينا باش نبداو نصوروا في الزنقه، لان كنلقاو مشاكل مع الناس، كاين اللي كيدوز يقدر يقول لك ما تصورنيش ولا يدير لك هكذا، ولكن واخا كاع كيجي هذاك ليفي ديال كيقول لك ما تصورش او كتصور كيقدر يخلق لك مشاكل. هي التصويره كتكون مزيانه بحال هكذا، ولكن تقدر تخلق لك مشاكل، تقدر تهرس لك الكاميرا، تقدر يقدر الواحد كاين واحد يكون معصب ولا اغريسيف ولا اي حاجه اللي غادا توقع في هذا الشكل هذا. بالنسبه للستريت فوتوغرافي الى تقدروا تشريوا هذا الكتاب هذا ديال سوزان سونتانغ، والعنوان ديالو اون فوتوغرافي، كاين بلونغلي، انا عندي بلونغلي ما عرفتش واش كاينه شي طبعه مترجمه للفرنساويه، ربما تقدر تكون ولكن غير قلبوا. هذا هضرات فيه هاد سوزان سونتانغ على الستريت فوتوغرافي، وفيه بزاف ديال الحوايج في الفوتوغرافي اللي تعمقوا فيها مزيان وتفهموا الفوتوغرافي كما ينبغي، يعني تفهموها بطريقه ارتستيك وتزيدوا تعمقوا فيها بلا ما تبقاو تصوروا غير هكذاك، غتوليو تصوروا وتعرفوا علاش صورتوا شي حاجه، كيبقى عندكم ديك لاتوش ديال لاغ، لان هي اللي مازال ناقصه. وكنشوفها بزاف ديال الدراري، كاينين دراري اللي هما في مستوى راه غاديين، ولكن بعض المرات كنشوف نيفو تيطلع ونيفو عاوتاني كيبدا ينزل، نفس المصور كيصور شي وحده شي تصويره اللي هي في الطوب وعاوتاني كي تصويرات من وراها كيكونوا نازلين ناقصين، ما عرفتش علاش. حاولوا تعمقوا، شوفوا دي اكسبوزيسيون، راه قلتها شحال مره، لا على الفوتوغرافي لا ما كان، شوفوا لا بانتور، ما تشوفوش لابستغي شكل اخر، مي حاولوا تشوفوا الفيغوراتيف ولا تشوفوا الاكسبرسيونيزم ولا تشوفوا شي حاجه هكذا، ولا رجعوا لي بانتر القدام. بالنسبه نرجعوا للستريت فوتوغرافي، كيف قلت فوتوغرافي في الزناقي خص تعود كيفاش كتشوف لا فوتوغرافي، الوغ كيفاش كتبان لك، كتحاول تاخذ دي زونغ اللي واحد اخر ما يقدرش يشوفها، بالاخص دابا كاين التليفونات، كاين لي زاباري، كاين العجب ديال الطرق، باش الواحد كاين اللي عنده اباري في مكانه يقدر يصور في اي وقت، اي واحد يصور، الدراري الصغار كيصوروا، كلشي كيصور، ولكن لا خاص الواحد يكون مميز على الاخرين. الوغ شوفها بطريقه فنيه، بطريقه اللي هي مخالفه على الاخرين، شوف دي زونغل، شوف الكومبوزيسيون ديالك، هي يعني باش نشرح لكم انايا بالضبط، انا كنت كندير الفوتوغرافي ديال الشوارع بزاف ملي كنت كنقرا في لا فوتوغرافي، وكنا كنصورو غير بيليكول، الوغ عندي بزاف ديال التصاور في البيليكول، غادي نجبدهم من بعد ونبارطاجيهم معكم. مي كنت درت دوكيمونتير، فوتوغرافي دوكيمونتير اللي هي فيها نيت الزناقي، لان هي طرف خارجه منها غنهضر عليها من بعد، مي كانت شويه صعيبه لحقاش كتصور وخاصك تكومبوزي ليماج، كتشوف البلاصه ديالك، لان اول حاجه كتشوف البلاصه اللي نتايا فيها، كتشوف الكومبوزيسيون ديالك، وكتشد الكادر وكتسنى شي واحد يدخل ولا شي جوج يدخلوا لك في الكادر، ويدخلوا ماشي غير يدخلوا تصور، يدخلوا تصور طاف 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 4-5 تصاور كتصورهم دايزين، كتمشي للكمبيوتر كتحل ليماج ديالك وكتشوفها اون لارج، وكتشوف اين التصويره اللي غتخدم لك، وعاد ديك الساعه كتشوف لا كومبوزيسيون ديال هذوك اللي دخلوا لك في ليماج، تقدر تكون واحد راكب على بيسكليت، تقدر تكون واحد على رجليه، واحد كيجري، اي حاجه، لان كيف قلت كيخصك تشد البوزيسيون ديالك، تشد الفوكس ديالك، لا لوميير ديما تحضي لا لوميير، ماشي غير تشوف
كيف يعني تجي وتشوف تقول هذه لابوزيسيون، الا ما كانش لورميا مقاده ارجع مره اخرى، ارجع في العشيه الا كان الصباح الشمس في هاد الجهه وخصك انت الشمس تكون في هاد الجهه. شوف الناس اللي كدوز، شوف الشمس اللي كتضرب لهم على وجههم، شوفوا كاع داك الشيء كاع دوك لي ديتاي وعاد حط لاباراي. ولكن انا اللي كنفضل وهو اباراي بحال هذه صغيره، يعني الا غنصور بها نقدر نشوف، اما نشوف ال سي دي ديالها ولا نشوف هنايا. ولكن انا غادي نبغي نشوف، لان الناس ما غاديش في المثال شنو تيقولوا، تيقولوا راه كيصور عادي وانا خصني ندوز، كيقول راه ماشي شغلي ندوز وصافي دبر راسو الا خسرت ليه التصويره. ولكن لا، انا راه باغي هذاك السيد يدوز يدخل ليا في الكادر، باش كتكون هذيك بحال الشكل ديال اللي كتسمى كانديد فوتوغرافي، كيتصور شي واحد وهو ما شافش فيك، لان ملي كيشوف فيك الواحد كتمشي داك الكانديد فوتوغرافي الوغ كيولي ستيل اخر. الوغ هنا كيف قلت ما خصكش تير انتباه لشي واحد الا كنت هاز انا اباراي كبيره وشاد لوبجيكتيف وتابع بحال شحال مره كنمشي بخاص مراكش مراكش كلشي حاضي شي حاضي شي، حتى الا ما شافكش شي راجل شيباني في المثل ولابس جلابيه ودير شي طاقيه ولا شي حاجه وكيبان في شكل وبغيتي تصوروا ولا غادي تخزنوا تصوروا كيقول ليه الاخر، تقول اه راه غادي تصورك انا طرات ليا شحال مره، تقول اه راه غادي يصورك حدي حدي حدي، كيصدق داير القوب ولا كيبدا يغوت ولا يبدا يعاير ولا الو فهمتي علاش؟ حيت انايا هاز اباراي كبيره، هاز زوم داك البياض كبير وهاز اباراي اخرى في هاد الجي والساكادو اللور، كيبان ليهم انا باغي نصورهم. ولكن ملي كتهز شي اباراي صغيره وكتاخذ بوزيسيون ديالك وكتبقى تسنى، ضروري الناس ما يدوزوا، ما غاديش يبقى واقف توقف وقف كل شيء باش انت تصور هذيك الزنقه ولا شي باب ولا شي حاجه، لان كاينين بزاف ديال الطرق تسنى شي واحد يلاه يدخل عندك باب، كتسنى شي واحد غير يدخل في داك الباب وتصور. الو غادي من بعد في ليبيزود سوري الثانيه ديال هذا الدرس هذا غادي نوريكم دي زيماج ونهضروا على الكومبوزيسيون بالتدقيق، ونهضروا على الكادراج، ونهضروا على دي زيدي كيفاش تزيد تعمق وتاخذ دي فوتو، نعطيكم دي زيكزومبل، ونهضروا حتى على دي غون ارتيست بحال اللي كاين. نعطيكم مثال دابا، كاين بروس جيلدن هذا اللي كيصور من قريب وكيدير الفلاش، كيجي تاع قدام بنادم ويدير لك فلاش، هذا كاع مسخوط كي ديما منوض الصداع، ولكن كيلقى كيخرج راسو. كاين عاود اريك كوديلكا هذا اللي يمكن روماني هذا اوروبا الشرقيه، كاين ويلم جونكرز هذا اللي كيصور دي فوتو بالفيشاي اللي كيشد دي زونغ اللي يعني خارقين العاده، لما كتشوفهم كتقول واو، كيخدم غير بالفيشاي، هذا كيتسمى الماستر ديال الفيشاي. كاين البراساي هذا الفرنساوي اللي مشهور بزاف وكان كيصور دي فوتو اكثريه بالليل، كيصور اكثريه بالليل دي زيماج خاوين غير بالليل ديال الزناق في باري. كاين اندري فيلير ولا اندري فيلير اللي هو يا فرنساوي حتى هو، ولكن ما مشهورش، ولكن عنده دي زيماج مجهدين، هذا خصكم تا هو تبحثوا عليه وشوفوا تبعوا لي شوفوا لي زيماج ديالو تبعوا عليه. كان كيصور في 1920، ولكن صور بزاف ديال لي بورتري حتى هو ديال لي سيليبر بحال الباندر. شكون داك الباندر؟ سلفادور دالي صور، بيكاسو صور، بزاف ديال لي زارتيست اللي هما يا سيليبر، ولكن واخا هكاك ما مشهورش بزاف. كاين برونو دو هاغ اللي هو توا فرنساوي في باري، كان عاود هيلين ليفيت اللي كانت هي في الميريكان كانت كتصور هي، وكان اوجين سميث اللي في 1918 حتى 1978. المهم هادو دي زارتيست فوتوغراف اللي كانوا مختصين في دي زيماج اللي في الزناقي، ولا كانوا دي زيماج العمل اللي كيبانوا لينا حنايا فيهم واحد الكاركتير. الوغ اللي كاين واحد الشخصيه في لا فوتوغرافي ديال الشوارع ولا ديال الزناقي اللي هو مشهور بزاف، واي واحد تهضر ليه تقول ليه، اللي كيفهموا اللي متعمقين شويه بالفوتوغرافي ولا اللي كيقراو على الفوتوغرافي، اللي تقول ليه ستريت فوتوغرافي غادي يقول لك هنري كارتي بريسن. هذا اللي فرنساوي في العشرينات اللي كان كيصور الزناقي، كان كيدير لا بانتور من قبل وبعد منها ومشى لا فوتوغرافي، وكانت كيتميز على الناس كامله بهذيك المومون ديالو اللي كتسمى ديسايزيف مومنت، اللي هي
بحال كيعلم ماشي كيعلم بالضبط، ولكن عنده اباراي مانيوال. نتخيلوا حنايا اباراي صغيره بحال هكذا ومانيوال اللي كيدور هكذا ويصور، كيدير هكذا ويصور، كيدفع كيدوز الفيلم وكيصور، ولكن بواحد الرابيديتي اللي ما كتصورش، يعني كيزرب باش ياخذ دي زيماج، ومختص في هذيك ديسايزيف مومنت اللي كيشوف شي واحد بحال كيحس كيفاش غادي كيفاش غادي يدير، شنو الحركه غايدير وكيوجد ليها. حنا عندنا دي زاباري دابا كتصور 5 تصاور، كاين اللي كتصور حتى 14 تصويره في السكوند، يعني تبع انت السوجي ديالك وتمشي للدار وعزل الميور. هو كيدوز الفيلم وكيصور بواحد السرعه، الوغ كان هو مشهور بها، وهو اللي معروف لحد الان باللي من احسن المصورين اللي كانوا بالنسبه للستريت فوتوغرافي، هو هنري كارتيه بريسون. وهنري كارتيه بريسون كان من اول الفوتوغرافس اللي الاولى لي فوتوغراف اللي كانوا كيصوروا الناس، لان بحال هو اللي بدا هذيك السيستم سمحوا لي بدا هذاك الطريقه ديال يصور الناس. كان هو من الاولين اللي كان كيصور الناس، وكان تفوق في هذاك لا تكنيك ديالو وفي لا كومبوزيسيون، سورتو لا كومبوزيسيون. حاجه اخرى حنا كنشوفوا لي زيماج ديالو كنقولوا واو، شوف الكومبوزيسيون، شوف لي لين ليدين لاين، شوف لي دوك لي كورف ولا لي كورب، القواس، لا كومبوزيسيون كيفاش دايره، لان ديناميك. ولكن ما كانش هويا في المثل كيدير كل شيء في راسو وكيحط كومبوزيسيون بالناس ديالها بكل شيء لها وكيصور، لا، ملي كان كيمشي للشومبر نوار عاد كان كيكومبوزي بالنيجاتيف، كيحط نيجاتيف وكيقطع، كينقص منه كيقادو كيكروبي منه وكيقاد الكومبوزيسيون باش كتولي ليه مخيره. هو كيشوف بعينيه، كيشوف دوك لينين، كيشوف كل شيء، ولكن باش تشد نتايا واحد تقول ليه توقفوا نتوما هنا وانتوما هنا صعيبه. غير هو كان كيتحكم في لا كومبوزيسيون اللي هي بحال البني ودوك لي لين الفيرتيكال هوريزونتال القواس كاع داكشي هو محكم فيه، ياخذ البلاصه ديالو وكيتسنى. وهاد الطريقه هادي اللي كتسمى بلونغلي فيشين، لان حنايا فيشين هي نصيدو الحوت، لان كتكون كتصيد الحوت وديك المتعه هي ملي كتشد شي حوته ماشي باش كتاكلها، هذيك هي الذوق ديال يعني بحال الواحد اللي مبلي بصيادات الحوت، داك الاحساس ملي كتشد شي حوته هذاك هو الاحساس اللي كيكون قوي عندنا في القلب، هو ملي كتشد ديك الحوته. الوغ هذيك الطريقه هو كتحط الكاميرا وكتاخذ واحد البوزيسيون وكتبقى تسنى حتى كيدخل شي واحد وكتشوفها في الكومبوزيسيون عاد كتصور، هذيك كتسمى الصياده ديال الحوت. الوغ من كارتيه بريسون في 1958 جا روبرت فرانك اللي هذا اللي هضرت عليه من قبل في واحد الفيديو، اللي هو بحال شجع الستريت فوتوغرافي في الامريك، ودار واحد الجروب ديال نيويورك سكول اللي شجعوا هذيك التصوير في الزنقه. غير هو دار هذاك التصوير بطريقه ديالو هو، ودخل عليها دي غيغ اللي هما بحال هرس كاع دوك لي غيغ اللي كانوا، ودار دي غيغ كاملين ديالو هو شخصيا. انا مازال كنقول من هنا لقدام نهضر عليه هو شخصيته بوحدو، ما دابا نهضروا عليه اون جينيرال، لان هو اللي يعني دار واحد المجهود كبير في الستريت فوتوغرافي في الامريك، وكان كيصور الناس اللي هما من الطبقه الكادحه ديال الامريكان، وبزاف ديال الناس اللي هما تاثروا بهذاك المشاهد اللي كان كيدير، وكانوا يعني بحال تقلقوا منه هو، يعني ما بغاوش يدير يبين داك الخيوبيه ديال الامريكان، لان حنا كنا كنسمعوا حتى لدابا كنسمعوا بديك الامريكان دريم، الواحد كيمشي لامريك باش يلقى لواحد واحد الشونس، وكي يعني كيقرا كيدير مستقبل اكثر من تكون في اي دوله ديالو. ولكن هو كان كيصور دوك الكحول، يبين العبوديه اللي كانت في امريكان، كيبين داك الفقراء اللي في الزنقه، كيبين كاع داكشي، وكيبينوا بواحد العكس ضد هذاك الارستقراط ولا ضد هذوك الاغنياء اللي تما في امريكا. الوغ بزاف ديال الناس ما كانوش كيحملوه، لان رغم هو كان اجنبي، لان وقيل سويسري يهودي اللي مشى للامريكان كمهاجر وصور دوك الناس المهاجرين اللي كانوا كيعانيو من الفقر، ومن يعني ساكنين غير في مناطق شعبيه، كاين اكثريتهم ما عندهمش خدمه، كان هذا هو الشكل اللي كان كيصور. والناس ما فهموش حتى دازت سنين
واحد ليكسبوزيسيون عاد راك تهضرت على واحد من لي زيماج ديالو كيفاش بغى يعني عنده البروميير بلون عنده واحد الممثله اللي هي كانت مشهوره في هذاك الوقت ودار الفوكس هي اللي واخده البلون كبير في الكادر ودار الفوكس على الناس اللي كيتفرجوا فيها اللي هما من الطبقه الكادحه الوغ الناس اللي ما فهموش ولكن من بعد عاد فهموا الستيل ديالو من بعد ولاو كاع دوك اللي كيديروا ستريت فوتوغرافي ولاو بحال خارجين من المدرسه ديال روبرت فرانك لان بحال خرجوا على يده هو لان كانوا الناس ما كيمشيوش للزنقه يصوروا كاين اللي عنده استوديو كيجلس في استوديو كيصور دي بورتري كيصور حفله كيصور شي حاجه اللي هي عاديه زواج ولا شي حاجه ولكن مني تبعوا وشافوا مشاو تقيدوا مع روبرت فرانك في المدرسه ديالو اللي هي ماشي مدرسه كتقري فوتوغرافي ولكن هي غير جروب ديال لي فوتوغراف ومن تما زادوا خرجوا وكثروا وزادت شهرت ستريت فوتوغرافي في لونجلتير لان اي فوتوغراف في الميريكان يعني ولا بدا خصو يكون يعرف على روبرت فرانك لانه هو نقولوا حنا الباينير ديال الفوتوغرافي ديال ستريت فوتوغرافي في الامريك الوغ من روبرت فرانك خرج واحد الفوتوغراف يعني نقولوا حنا ديسندنت ديالو خرج من عنده اللي هو سميتو غاري وينوغراند اللي كان خرج واحد لا تكنيك هو اللي حنا كنشوف كنسمعوه هو ديال داك البيرس ديال الفوتوغرافي من لا فيتيس ملي كتصور طا 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 3 4 تصاور في سكون هكاك هو يا كان تا هو رابيد اكثر من هنري كارتي بريسن لان كان كيصور تا هو بواحد لا رابيديتي اللي دابا خرجوا هذيك لا رابيد ولات بحال الموتور لان شحال هذه كان عندنا واحد الموتور من التحت كديروه باش كدير يلاه ديك الجوج ولا جوج ونص تصويره في سكون كان واخا هكاك ثقيل وكحنايا في داك الوقت راه عندنا زعما في البيليكول كنا كنقولوا واو هذا بعدا كاين خيار بلا ما تحيد ديك تبقى ديرها هكذا غير كضرب وقيله كانت غير تصويره في السكوند ولا تصويره ونص في السكوند لان كتسمع ديك الطق تز طق طق تز طق بحال هكذا الوغ هو كان كيزرب اكثر من هذاك الموتور اللي هذاك هو لا تكنيك اللي خرجوا منه دابا ولاو دايرين موتور درايف ولا ديك الهاند غريب باش كنصوروا بزاف ديال التصاور في السكوند نهضروا عاود على مارك كوهن اللي هو كان تاهويا من العمالقه ديال سويت فوتوغرافي اللي كان خرج واحد ستيل ما كانش كيشوف في الكاميرا يعني كان كيشد الكاميرا وكيصور غير هكذا يصور هكذا يصور هكذا يصور هكذا بلا ما يشوف يحط يهبطها لتحت ويصور بلا ما يشوف بلا ما يشوف هنايا في هذا الفيو فايندر ما كانش ال سي دي من قبل كانوا غير البيليكول الوغ بزاف ديال الناس اللي كانوا كيقولوا هذا كيعتمد على الحظ يعني كيصور غير زهر ويا ترى تخرج ليه شي حاجه مزيانه لان كيشوف لا ديستونس كيعبر لا ديستونس كيعبر الفوكس اللي كيشوف في اللينز وكيصور بارازار وشي ناس اللي هما بحال ما كانوش باغيين هذيك القضيه لقاش قالوا الا صدقت لك شي تصويره لقاش انت ما كتركزش على الكومبوزيسيون وعلى الكادراج وعلى لي غيك ولا شي غير كتصور غير هكاك الا صدقت لك راه كتلقى شي تصويره ولا جوج في البيليكور كيصدقوا لك وكاين عاود جويل مايوروفيتس هذا اللي كان اول واحد اللي دار ستريت فوتوغرافي اون كولور وبزاف ديال لي فوتوغراف ودي كريتيك اللي قالوا ما غاداش تجي اون كولور لحقاش خاصك تخليها نوار بلون لان كتبقى سامبل وكتبقى نوتر كتبقى ناتوريل كيبقى فيها داك الدراما ديالها الوغ مني درتيها اون كولور خرجتي على ستريت فوتوغرافي ما بقاش فيها ديك كيف نقولوا حنا دابا الحلاوه ديال الفوتوغرافي لان الاكثريه اللي كنشوفوا حنا اللي كيصوروا ستريت فوتوغرافي كيخليوها نوار بلون مي هو دارها كولور باش يخرج بحال شي ستيل جديد لكن بزاف ديال الناس ما قبلوهاش جاتهم بحال كيزين هذيك الدراما اللي هي كاينه بغاوها تبقى نوار بلون وتبقى في هذيك السامبليسيتي ديالها بالفيلم نوار بلون دابا نيميريك بزاف ديال لي فوتوغراف كيديروا الكاميرا كيديرها نوار بلون كروم ولا نوتر باش كتصور نوار بلون واخا هي نيميريك باش يشوف هذيك لا تكنيك اللي كانت عندنا من قبل من بكري كيشوفها كيحكم عليها تقريبا في الشكل ديال كيفاش غتبان ليه ملي غيديرها نوار بلون واخا كاع الا صورها رو راه غادا تبقى ليه ملي يحطها في الكمبيوتر ويشوفها غادا تبان ليه لا فوتو غتبقى كولور ولكن في ال سي دي كتبان نوار بلون غير باش تعطيه داك ليفي اللي هو باقي يقلب عليه في البوست يعني في الاديتين
اوكي، من المشهورين ديال لي فوتوغراف اللي زعما اللي مشهورين بالستريت فوتوغرافي بزاف، وهو كاين الفريد ستيغليتس. هذا اللي كان مشهور بواحد التصويره اللي سميتها التيرمينال، كانت صورة في 1892. وكاين توني راي جونز اللي دار واحد التصويره اللي هي كرافتس دوغ شو في 1968. في 1851 كان واحد الفوتوغراف اللي هو اول واحد واللي كان تشهر بواحد التكنيك ديال الموفمون في لا فوتوغرافي، كان كيشد الناس غاديين وكيبين لك ديك الموفمون ديال لا فيتيس اللي هي ثقيله، كيبان لك داك سلو موشن ديال الموفمون ديالهم ولا داك الفلو ديال الخطوات ديالهم. هذا اللي سميتو اوجين نيغ، هذا كان مشهور بها في 1851 وكان متفوق ومتميز على بزاف ديال لي فوتوغراف اللي كانوا كيديروا ستريت فوتوغرافي. اما اوجين اجي هذا اللي كان في باري في حوالي 1890 حتى يعني في التسعينات 1890 حتى تقريبا نواحي ديال 1920، هذا اللي كان انتريسي للشوارع والزناقي، صور في بعض البلايص اللي يعني السواق، ولكن ما كانش انتريسي للناس، كان كيبغي يصور كل شيء غير العمارات، الاركيتكتور، الجرادي، يعني غير هكذا، غير الزناقي ديال باري. هذا اللي كان هويا بغى باش يرفع من يعني بحال يشهر باري ويدير يعني بحال بروموشن كنقولوا حنايا بلونغلي، الوغ كان كيحاول يبين المناظر ديال باري، ولو ما كانش عنده افكار باش يصور الناس ولا الناس غاديين في الشوارع ولا شحال، اللي هو كان انتريسي ليه هو المدينه والارشيتكتور والمناظر اللي فيها. وكاين جون ثومسون هذا اللي هو اسكتلندي، كان كيسافر بزاف، صور بزاف ديال المناطق وصور الزناقي حتى هويا، واللي كان يعني ما باينش هذا، ولكن ديروه في جوجل قلبوا على هذه السميه هذه وشوفوا لي فوتو ديالو. هذا كان كي يصور بزاف، وكان كان كيصور تقريبا كنظن انا قبل من اوجين اجي اللي كان كيصور في فرنسا، مي هذا كان كيصور في بلايص مختلفة في دول العالم، كان كيسافر باش كياخذ مناظر ديال الشوارع. وكاين عاود بول مارتن هذا اللي كان كيصور الشوارع، كيصور الناس، عاود اللي كان كيصور كانديد فوتوغرافي اللي كيصور الناس جالسين سوكري بلا ما يعرفوه راه كيصور، كان كيصور في البحار وفي الزناقي في المدن في بزاف ديال البلايص، وكان كيصور الناس وهما غافلين بلا ما يقول لهم زعما نبوزيكم ولا شي حاجه، زعما نقاد البوز ولا شي حاجه، ولا يجي يعرفوه راه كيصور. الوغ هذا كان متفوق في هذاك الشيء اللي كان كيدير، وكان كان كيعمل هاد التصاور هادو ديالو في القرن 19 والقرن 20، الاواخر ديال القرن 19 والاوائل ديال القرن 20. نرجعو عاود لك هنري كارتي بريسون اللي كان كيصور في العشرينات، وكان متميز بهذيك التكنيك ديالو اللي هو ديسايزيف موبنت اللي كان متفوق عليها، وباقي لدابا كيتعتبر من الماسترز يعني لي غون ماتر ديال الفوتوغرافي ديال الزناقي. اما روبرت فرانك في الامريكان اللي كان دار هويا نيويورك سكول اوف فوتوغرافي اللي هو ماشي مدرسه ولكن جمعيه ديال الفوتو لي فوتوغراف اللي كان دار في الامريكان، وكونهم باش يبداو يديروا يعني يبداو يديروا التصاور في الزناقي، وتسمات ديك الستريت فوتوغرافي وشجعها وشجع الناس باش يتعاطاو ليها، وخرجوا بزاف ديال لي فوتوغراف على يدو، لان هو اللي كون هذيك الجمعيه وكون هذاك الجروب ديالو هويا. وكيف قلت من قبل ما فهموش الناس على حسب داك لا تكنيك اللي كان كيدير ولا الستيل اللي كان كيدير، كيهرس لي غيغل، كانوا الناس كيقولوا هذا غير كيخربق، ولكن من بعد عاد بداو عرفوه علاش كان كيديرهم. بزاف ديال الناس ما كانوش كيبغيو الخدمه ديال روبرت فرانك، كانوا كيقولوا كيف قلت كانوا كيقولوا كيخربق، هرس كاع القواعد ديال الفوتوغرافي، وكان لان كيف انا كلنا كنعرفوا وكاع قرينا لا فوتوغرافي كيقول لك يعني rules are meant to be broken، الوغ الا كاينين القواعد تقدر تهرسها ولكن تهرسها في صالح الفوتوغراف،
اما هو كان كيهرسها والناس ما كيبانش ليهم هذاك الشيء، هذوك لي ريغل اللي كان كيهرس ما كانوش كيبانوا ليهم، هو كانوا كيبانوا ليه، ولكن الناس كانوا كيشوفوها كأغلاط، وبزاف منهم اللي كانوا كيعتبروه يعني بحال يعني كيفاش نشرح، يعني ما بحال ما قاريش، يعني بحال نقولوا حنا شي واحد كيجيب لك شي كلمات غير عاديين كتقول هذا ما قاري، ما ولا علاش كتب بحال هذا الستيل هذا في المثال، دار هذا الستيل هذا ما قاريش، ولكن من بعد عاد داك الستيل ولا كي اكزيست. ودار واحد الكتاب واللي كان سماه دي امريكانز، اللي كان خاص غير بالامريكانيين وبالحياه ديالهم، ودار يعني معارض كثيره اللي كان دار، ما كانوا في الاول بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يشوفوا الخدمه ديالو، وكي ريجيكتي وكي يعني ريجيكتد، ما عرفتش شنو ريجيكتد بالعربيه، يعني هاملينو ما حاملينوش يكون فوتوغراف، بحال كيكون شي واحد نقولوا حنا هذاك غير كيخربق، علاش هاز لاباغي وكيصور غير كيخرب، غير كيضيع وقته، غير كيدير غير كيدير، كيخسر لينا السمعه ديال الفوتوغرافي، كيدير هذه كيدير كلشي دايرو على الوجه. ولكن من بعد عاد عرفوا باللي راه هذاك الستيل ديالو كان عنده واحد المعنى. الوغ اللي عندنا هي يعني بحال نقولوا كان ستريت فوتوغرافي، واللي هي موجهه ولا يعني هيد تو هيد، يعني بحال كتشالنجيها، وهي الدوكيومونتير، يعني لا فوتوغرافي دوكيومونتير اللي كنت انا درت عليها بروجي في المدرسه ملي كنت كنقرا، اختاريته كوم بروجي وخدمت عليه. الوغ الدوكيومونتير مع ستريت فوتوغرافي، ستريت فوتوغرافي تقريبا بحال الدوكيومونتير فوتوغرافي، بجوجهم كيوقعوا في حاله اللي هي كنعيشوها، كيخرج فوتوغرافي يصور في الزنقه، دوكيومونتير تاهو غيخرج يصور في الزنقه. ولكن ستريت فوتوغرافي كتمشي للناس اللي هما عايشين الحياه ديالهم عاديه، كاين اللي كي نقولوا خدام في الفران كيمشي يتصور مول الفران، تصور المخبزه، تصور لي بوتيك، تصور في القهوه، تصور الناس غدا جايه في السوق، في حدا لاغي ديال الطوبيس، نصورو في المترو، نصور في بزاف ديال البلايص. مي الدوكيومونتير العكس، كنمشي الدوكيومونتير كتصور البلايص بحال الحرب، كتصور في المثال البلايص اللي فيهم مجاعة، اللي فيهم الهجرة، اللي فيهم شي مشاكل سياسية ولا اجتماعية، الوغ كتصور بحال هادو، بحال هاد الشكل هذا، بحال هاد لي سوجي. كانوا جوج ديال لي فوتوغراف اللي انا عرفت، وهو دون ماكولن وسيباستياو سالغادو، هادو اللي كانوا متميزين بزاف. مي باش دير في المثال ستريت فوتوغرافي غتاخد لاباراي نقول واحد ساعة ولا ساعتين ما خدامش ولا ما عندك ما دير، غتلاقى مع شي واحد في لافيل كتمشي تضرب دورة، هز ضرب تصاور ساعتين رجع للدار، لا غدي غتمشي لجهة أخرى. أما الدوكيمونتير كيقدر يبقى سوجي واحد كتبقى خدام عليه 5 سنين، كاين سوجي اللي تبقى خدام عليه 10 سنين. لأن في واحد الانترفيو ديال سيباستياو سالغادو كان بغى يصور واحد الدوكيمونتير ديال يمكن ديال المجاعة وقيلة، ما عرفتش ما حقيتش عقلش من دولة، ومشى لا فرونس، كانت واحد المجلة اللي طلباتو باش يدير لهم دوكيمونتير، تبع هذيك هذاك البروجي، وجا عندهم قال لي انا بغيت نسيني معكم كونترا ديال 10 سنين مع المدير ديال ديك المجلة، قال لهم نسيني معك كونترا ديال 10 سنين انا غنتبع هاد السوجي هذا وغادي نبقى نصيفط لك التصاور ونعطيك، يعني ضروري نعطي لي غوماك وشنو واقع وداك الشيء، نعطي الاخبار ديالها. هذاك المدير قال ليه من هنا 10 سنين ما عرفت انا واش غنبقى هنا ولا ما غنبقاش، ما نقدرش نضمن لك نسيني معاك كونترا ديال 10 سنين لان مده طويله. ايوا تخيلوا واحد غيبقى خدام على بروجي واحد المده ديال 10 سنين وخصو يبقى مسافر معاهم، يقدر ياخذ كونجي يرجع لبلادو ولا شي حاجه يرتاح واحد شويه ويرجع، وفيها التكرفيس، في ينعس في الزنقه، يمشي يعني تابع هذوك الناس، اما هجره اما المجاعه ديال اللي كانت واقيله في اثيوبيا ولا مع في الصوماليا، يعني دي سوجي اللي هما قاصحين باش الواحد يمشي يتبعهم ويصورهم المده ديال ما بين 5 سنين حتى 10 سنين. هذه هي الدوكيومونتير، لان صعيبه خاصك تاخذ بعض المرات شخصيه وحده وتتبع هذيك الشخصيه عام، ديما كتصورو ديما هو كيخرج يمشي يخدم ولا شي واحد كيطلب
كتبعوه كتمشي تشوفوا كتصوروا كتشوف الحياه كيفاش عايشها. الوغ كي عنده واحد الريسك الحياه ديالو، يقدر يموت، يقدر يتشد، يقدر فهمتي اي حاجه تقدر توقع. ولكن هذا هو الدوكيومونتير اللي هو تقريبا كيف قلت بحالها بحال ستريت فوتوغرافي ولكن مخالفه من ناحيه لي سوجي ديالها. كاين واحد لي دو فوتوغراف اللي سميتو، واحد سميتو ادولف سميث والاخر سميتو جون تومسون. هادو اللي داروا واحد الكتاب وسموه ستريت لايف ان لندن، داروا بحال شكل ديال دوكيومونتير ستريت فوتوغرافي اللي دايرين غير الحياه كيفاش هي في لندن. الا لقيتوه شريوه حتى هو مزيان، ولا لقيتو الكتاب ديال روبرت فرانك حتى هو شريوه وتعمقوا فيه بزاف وشوفوا لي زيماج وحاولوا تشرحوهم، ماشي غير تشوفوا لي ايماج وتبان لك غير هي راه فوتوغراف ديال واحد ولا غير النص ديال واحد طالع في الدروج ولا. شوفوا لي زيماج وتمعنوا فيهم وحاولوا تفهموا علاش الفوتوغراف دار هذاك ليفي وعلاش شدها بهذيك الطريقه. اخيرا يعني اللي غنقول لكم وهو بزاف ديال الناس كيشوفوا لي فوتو ديال ستريت فوتوغرافي كتبان لهم سهله، كتبان لهم ناتوريل، ولكن راها ما سهلاش. لان ما كتقدرش تقول لشي واحد انا عندك واحد لا كومبوزيسيون اللي شفت واحد الصوره ديال هنري كارتي بريسون اللي هي فيها هذا رول اوف اودز ولا دي كومبوزيسيون اللي هما بيزار باش يداروا. الوغ ما يمكنش تجي نتايا وتقول وقف انت هنا وقف انت هنا وقف انت هنايا وشوف انت لهي شوف انت هنا، ما غاديش يمكن دير هادشي هذا في الزنقه وطلب الناس يديروا لكم هاد لي بوز هذا ولا يتقادوا ولا تقول شي واحد وقف ما تدوش من هنايا حتى نصور، ما غاديش يمكن. وما يمكنش تبقى تصور بحال غتصور مانكا ولا غتصور بورتري ديال شي واحد اللي هو شاد بوز وكيشوف فيك، ولا انت كنعطيه ديريكسيون ولا كتوجهه شنو يدير وكيتصنت ليك ولا شي حاجه. هذا هو اللي صعيب فيها، صعيبه بزاف باش تخدم ستريت فوتوغرافي، لان اي بزاف الحوايج اللي هما واقعين في دي سكوند وخاصك تكون خفيف وتكون كتفكر اكثر، يعني مخدم المخ ديالك بزاف واحد الدرجه حاضي بزاف ديال الحوايج في الظروف ديال دي سكوند قلال باش تاخذ دوك لي فوتو. يعني الا كانت الزنقه خاويه راه نورمال غادي تكون خاويه، ولكن ملي كتكون وسط ديال البلاصه اللي هي عامره، بلاصه نقولوا حنايا بحال في كازا في المثال عندنا السونتر ديال لافيل ولا مدينه قديمه في الرباط في المثال كيمشيو للمدينه القديمه، ولا نقولوا في طنجه جيت لا كورنيش ولا شي حاجه هكذا. المهم كاين بلايص اللي همايا عامرين بالناس. الوغ كيفاش غادي تاخذ بوزيسيون ديالك؟ كيف قلت في الاول خذ بوزيسيون اللي تكون مرتاح فيها وما تثيرش انتباه للاخرين، ودير راسك بحال انت راه غير غتصور واحد المنظر قدامك وكتسنى كيف قلت هذيك الطريقه ديال الفيشين اللي هي ديال الصياده ديال الحوت. الوغ كتسنى حتى يدخل شي واحد الكادر فين بغيتي، تقدر تضرب 3 4 تصاور في خضره واحده في السكوند، ولا تسنى حتى يوصل للبلاصه فين بغيتي وعاد تاخذ وحده. مي كيف قلت هذا هو اللي كيكون صعيب فيها. ملي كتمشي للكمبيوتر وكتشوفها كتقدر تكروبي ليماج وتقادها، لان صعيب باش تخليها كما هي. الوغ كتقادها وتشوف الكومبوزيسيون وتقدر تقطع الفوق الا كان شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك كتقادها وعاد المونت الاديتين كتردها نواري بلو الا بغيتي ديرها نواري بلو وتزيد تخدم فيها، تظلم البلايص اللي خصهم يظلموا، تضوي البلايص اللي خصهم يكونوا مضويين. مي ديما حضي لا لوميير في الكاميرا، لا لوميير يكون مزيان، حضي الفوكس ديالك يكون مزيان. الا غنشوف انا شي واحد فين غادي يجي قبل ما يجي انا غنشوفه غادي في هذيك الطريق جاي غادي يوصل لواحد النيفو واحد الخط، نهبط الكاميرا نشد الفوكس من تما ونرجع وندير نطفي الفوكس ونخلي غير يبغي يدخل طف 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 ها هو داز. لان ملي غيبغي يدخل غيكون الفوكس كيشد ليا من موراه في الحيط اللي من موراه، الوغ هو دايز هكذا هكذا، غادي نكون ديك الساعه ديجا درت مانيوال فوكس. لا لوميير عاود خصو يبقى نديروه مانيوال، نشوفو حنا لا لوميير ديالنا حنا ويبقى مانيوال عاد باش نصورو باش ما يتبدلش الضوء. الوغ حاولوا تركزوا على هادشي اللي قلت لكم. ليبيزود الثانيه غادي نوريكم دي ريغل ودي كومبوزيسيون، وغادي نهضروا على دي زيماج وكيفاش حطوهم عاوتاني كيفاش اونكادروهم، ونزيدوا نتعمقوا فيها من ناحيه اللي هي ارتستيك باش حتى الا مشيتوا لشي بلاصه اللي غادي تصوروا فيها
غادي تكونوا دايرين في بالكم دي يعني دي كومبوزيسيون اللي غادي يكونوا متفوقين ديناميك فيهم واحد يكونوا قويين ويكونوا عاطين يعني اللي غيشوف هاد تجرو باش يبقى يشوف فيها ما تبانش ليه تصويره عاديه تبان ليه شي حاجه اللي هي صورها شي واحد الوغ عنده العين ديالو باش كي كيفاش تشافها العين ديفيرونت على العينين ديال الناس اللي هما طبيعيين ولا عاديين. واخيرا يعني اخر كلمه بالنسبه للدوكيومونتير الفوتوغرافي ديال الدوكيومونتير اللي هي خارجه تقريبا بحال شكل ديال السويت فوتوغرافي، لكن السويت فوتوغرافي كتوقع في اي بلاصه حداك، يعني تمشي تخرج للشارع تلقى تصور، تخرج لاي بلاصه كيف قلت لكم بزاف البلايص لها القهاوي، كاين بزاف ديال البلايص اللي فيهم الناس، فيهم زناقي، فيهم عمارات، فيهم الحوايج يعني الحاجات اللي هما يا كاينين، يعني هذاك الرواج كاين وكتخرجوا كتمشيو تصوروا. اما الدوكيومونتير كتكون في واحد البلاصه معينه خاصك تمشي ليها وتبقى تما وتبقى حتى تاخذ دي فوتو في هذاك الدوكيومونتير، بحال اللي قلت لكم بالنسبه للحرب ولا المجاعه ولا الهجره ولا مشاكل سياسيه ولا اي حاجه هكذا اللي هي كتخرج منها، كتخرج الفوتو جورناليزم من الفوتوغرافي ديال الدوكيومونتير، لان هادو تقريبا بحال بحال. الوغ كتمشي باش تاخذ واحد الايفنت يعني واحد الحاله اللي هي واقعه وكتصيفط لي زيماج باش الناس يشوفوهم ولا يتعرفوا عليهم ولا ديروا كي داروا في اما في الانترنت ولا في مجلات ولا في الجورنالات ولا في يعني في البلايص ديال الميديا اللي الناس كتشوفهم كيتعرفوا عليهم كاخبار. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه من ناحيه بالنسبه للسواغ ديال السويت فوتوغرافي ولا كيفاش بانت ولا شكون هما الناس اللي شجعوا على السواغ ديال السويت فوتوغرافي، يعني كيفاش شجعوا الناس. وكيف قلت الدرس الجاي غادي نتعمق مزيان في لي تكنيك ديال الفوتوغرافي. ما كرهتش ربما الى وافق ليا واحد الولد غادي نخرجوا وغادي نصور ناخذ دي زيماج من الزنقه ونهضر معكم ونوريكم كيفاش بالضبط تريغلو الكاميرا ونديروا كل شيء اون فيديو باش تعرفوه وتاخذوا فكره على ستريت فوتوغرافي. يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونشوفكم.